اقول لكم على سر جميل خالص، سر عظيم. خلي بالكم دعاء، بص، بيجيب من الاخر، بيحل اي مشكله موجوده معاك في طرف العين. بس مطلوب منك تقوله في وقت السحر بالليل، قبل الفجر وبعد الفجر، 3 قبل الفجر و3 بعد الفجر. جميل. ورقه وقلم وحاول تكتب اللي انا هقوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على نفسي وديني. اللهم أنت عمادي وعليك اعتمدت، وأنت سندي وإليك استندت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم. اللهم ألقي علي من نعوت ربوبيتك ما تخضع له رقاب الجبابرة، وتذلل تجليه طغاة الأكاسرة، وتعنو لعظمته وجوه المردة. تعصمت بذي العزة والجبروت، واعتصمت بالحي القيوم الذي لا يموت. وأدخلت نفسي وديني وأولادي ومالي في حرز الله المنيع، وفي ودائعه التي لا تضيع، وفي ستر الله الذي لا يهتك، وجوار الله الذي لا يفتك. وزلت كل عين نظرتني بسوء بإذن الله، وجعلت على نفسي وديني وأولادي ومالي دائرة من حفظ الله. أقفالها لا إله إلا الله، ومفتاحها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. انصرفوا صرف الله قلوبهم إلينا بالمحبة والتبجيل، وعنا بالمذلة والتنكيل، بحيث لم تجعل لهم علينا سبيل. يا كفيل يا جليل، يا ذا الطول والحول والقوة والصول، يا مانع لا يمنع منه منيع، يا صانع لا يعزب عن عمله صنيع، يا من حجابه النور، يا من حزبه لا يبور، يا عزيز يا غفور، يا من أحاط علمه بالدهور وعظمته بالعرش والبحور، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت الحي القيوم القائم على نفس ما كسبت، وأنت الحكيم العدل الذي لا تجور. اللهم إني أعوذ بوجهك من تقلب الدهور، ومن دعاوى السبور، ومن الغاوية والغرور، ومن كشف السطور. أنت الذي تجير بين الظلمات والنور، وبين الحزن والسرور، وبين سائر البحور. وأعوذ بوجهك من جور الرجال، ومن الخوف، ومن الزلازل، ومن المصيبة في النفس والولد والأهل والمال، ومن النكال وسوء الحال، وخيبة الأمال، ورد السؤال، وفساد العقل والخبال، ومن الجنون والبرص والجزم، وسيء الأسقام، والداء الأكبر، والريح الأحمر، والعرقان الأصفر، ومن الحمة والمليلة، والسلة، والقولنج، والدخيلة. اللهم أجرني من جميع العلل، وعافني من العجز والكسل. اللهم أجرني من جميع العلل، وعافني من العجز والكسل، ونجني من التواني والفشل، وحل بيني وبين الأمارة بالسوء، يا من تحول بين المرء وقلبه. يا قادر يا مقتدر يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث. يا قادر يا مقتدر يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث. اصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا الله يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أرجوكم الدعاء ده جميل جدا، وبيحل أي مشكلة في 24 ساعة. والله العظيم فايدة عظيمة، فايدة عظيمة، وفتح عظيم لا تتخيلوا. يا ريت حد تحفظوه أو تكتبوه وترددوه وقت السحر وبعد الفجر. سلام.